ونذهب إلى فرنسا التي تجتاح شوارعها الإضرابات، إضرابات لعمال مصافي النفط، إضرابات لنقابات الغاز والكهرباء والمياه، إضرابات لعمال النظافة. وهذا أدى في النهاية إلى أن باريس المدينة عاصمة فرنسا، مدينة النور، يعني المدينة الأجمل والأكثر أناقة، كلها قمامة في كل الشوارع وصولا إلى قصر الرئاسة. ماذا؟ ليه؟ لأنه عمال النظافة عاملين إضراب وما بيشيلوش القمامة. ليه؟ كل ده بسبب التعديل الذي تقدم به الرئيس الفرنسي ماكرون لتعديل سن التقاعد في فرنسا من 62 إلى 64 سنة. خلونا نفهم إيه اللي بيحصل من مارسيليا. الزميل خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية. خالد، مساء الخير. يعني كيف تتحول عاصمة النور والمدينة الأجمل إلى مكان يعني كل رائحة القمامة في كل مكان؟ مساء الخير أستاذتنا، أستاذة طبعا لميس، ليكي ولمشاهدي قناة أون في كل مكان. دعيني في البداية أشكرك طبعا، وأنا حرصت أن أنا أكون متواجد معاكي طبعا لجمهورك العريض الجميل، وأنا من يعني أشد المتابعين لحضرتك الحقيقة. فرنسا زي ما بنقول اتحسدت تقريبا في الفترة الأخيرة، حدثت في فرنسا عدة مشاكل. آخر هذه المشاكل كانت موضوع القمامة. معروف أن باريس هي العاصمة الأكثر يعني جذبا للسياح من جميع أنحاء العالم، والحقيقة هذه الإضرابات التي يقوم بها عدد من عمال النظافة في هذه المدينة، على فكرة ليس كل أحياء المدينة، هو عدد من الأحياء فقط أو المناطق في باريس هي اللي فيها هذه الإضرابات، وسط انتقادات طارة من رشيدة داتي، وهي كانت وزيرة العدل الفرنسية السابقة في عهد نيكولا ساركوزي، كانت مرشحة لعمدة باريس. انتقدت أني دالجو، أني دالجو هي يسارية وهي من حزب الاشتراكي، وأيضا كان هناك انتقاد من قبل جيرال دارمانا وزير الداخلية الفرنسية، الذي قام بطلب من البريفكتور أو المحافظة بأهمية عمل جواب وإخطار للعاملين في هذا القطاع لإجبارهم على العودة للعمل مرة أخرى بعد أن زادت الأعداد لعشرة آلاف طن في العاصمة الفرنسية باريس، وبعد تصريحات من الهيئة العامة للصحة في فرنسا بأن هذا الأمر سيجعل انتشار الأمراض، وأن عدد الفئران في باريس وفي مدينة مارسيليا يتجاوز عدد سكان المدينتين، وهذا أمر سيء للغاية ولم يحظى بقبول الكثير. المهم أن عملية إجبار أو عودة العمال مرة أخرى إلى العمل تم اختارهم، وبعض من العمال قاموا بالعودة تفاديا للغرامة التي يمكن أن تصل من 8000 إلى 10000 يورو والسجن لمدة 6 شهور. قاموا بالعودة إلى العمل ثم دخلوا مرة أخرى في إضراب مرة ثانية، وسط توقعات أو مطالبات بأن تقوم بلدية باريس يعني وضع يعني هذه الشركات في يعني ابعادها عن هذا العمل والاستعانة بشركات خاصة. الحقيقة هذا الأمر تم رفضه من قبل أني دالجو عمدة باريس، وما زلنا في إطار هذه العملية، عملية الشد والجذب. من المعروف أن عمال النظافة بيدخلوا سن التقاعد في فرنسا 57 عام. الأعمال الشاقة على فكرة ليس كل الموظفين بيقوموا ب 62 عام كما جرت العادة، فسيتم تأجيل دخولهم في من 57 عام ل 59 عام، ولهذا هم قربوا عن العمل. طيب خالد، خليني أسألك يعني قبل ما نتكلم على قضية سن التقاعد، كيف يعني نظام النظافة في باريس؟ هل هي شركات خاصة أم هي شركات عامة تابعة للدولة؟ وهل بالقانون يملك أحد أن يجبر العمال على عدم الإضراب؟
نعم، الدستور الفرنسي في حالة الإضرار العام بالدولة وإحداث مثلا توقف حدث هذا بالفعل في الخريف الماضي عندما قامت بعض من العمال في مجال الطاقة بإغلاق المصافي الفرنسية، وكانت هناك أزمة وقود تتذكرين، طبعا تم إجبارهم وعودتهم إلى العمل مرة أخرى، ومن لم يقوم بالعودة مرة أخرى يمكن أن يتم حبسه ويتم فصله عن العمل ويدفع غرامة كبيرة جدا. ومعظم الحالات عندما تقتضي الضرورة الدستور الفرنسي كما يسمح بالاعتراض عن العمل أيضا يعاقب من يخالف أو يعرض المصلحة العليا للبلاد للخطر، ولهذا هذا يعني هذه الخطوة هي خطوة قانونية ودستورية، ولا طالما تلجأ إليها الحكومة الفرنسية في حالة الخطورة، كما حدث الأمر في المادة 49 أو الفقرة الثالثة من المادة 49 التي يقتضيها الدستور، التي تم تمرير قانون التقاعد أو مشروع قانون التقاعد من خلالها دون اللجوء إلى التصويت في البرلمان الفرنسي. سؤالي برضو، ما كيف يتم نظافة باريس العاصمة أو في فرنسا عموما؟ هل دي شركات خاصة ولا شركات حكومية؟ يعني إيه نظام القمامة عندهم؟ الحقيقة الشركات، معظم الشركات النظافة هي تابعة للبلدية، سواء بلدية مارسيليا أو بلدية باريس أو بلدية نيس أو مدينة ليون، ولكن في الفترة الأخيرة تم فتح المجال للشركات الخاصة. هناك في باريس مثلا بعض من الأحياء تربطها يعني تعاقد مع شركات خاصة، ولهذا هي شركات عامة تابعة للبلدية من ناحية في معظم الأحياء التي يحدث فيها الآن إضرابات هي تابعة لبلدية باريس، ولهذا كان هناك استياء من طرف آن إيدالجو هي عمدة مدينة باريس الاشتراكية، وانتقادات لا طالما تقدمت بها الحكومة الفرنسية عن طريق مثلا رئيس شرطة العاصمة الذي طالب آن إيدالجو بأهمية إزاحة هذه الـ يعني صناديق القمامة من الشوارع، لأنها بتمثل خطرا ليس صحيا في هذه المرة، ولكن خطرا أمنيا لأنه يتم إشعالها وهذا يتسبب في إضرار في الممتلكات العامة. يعني بس خليني نشرح للناس، هي الناس مش عايزة تمد سن التقاعد لأنها تريد أن تنهي خدمتها وتحصل على نهاية الخدمة أو المعاش، مش كده ولا إيه؟ يعني هل هو هذا الهدف؟ هو المشكلة الحقيقة أن الفرنسيين يعني هم أقل الدول في القارة الأوروبية بالنسبة للسن، بيتم قانون التقاعد على 62 عام، وهذا الملف الحقيقة بيسبب خسارة كبيرة جدا بالنسبة للحكومة الفرنسية، وبصفة خاصة أن الأعمار في فرنسا معروف أن القارة العجوز نسميها القارة العجوز لأن متوسط الأعمار بيتعدى 80 عام، ومن يدفع صندوق أو يساهم في صناديق التقاعد أو دعم صناديق التقاعد من يعمل، إذا نحن أمام الذي يعمل هو الذي يدفع لمن لا يعمل سواء كان في البطالة أو في المعاشات، ولهذا كانت هناك بدل من تقديم يعني طلب زيادة الضرائب على الفرنسيين، لا هو يتم زيادة عدد السنوات لمحاولة عدم رفع الضرائب على الفرنسيين، في الوقت اللي اليسار الفرنسي بيطالب الحكومة الفرنسية بعدم اللجوء إلى هذا، وفي نفس الوقت زيادة الضرائب على الشركات، وهذا هو الصراع ما بين اليسار الفرنسي واليمين الفرنسي. طبعا، إذن اللي جاي بقى ماذا بعد؟ وهل فعلا قوات الجيش نزلت عشان تساعد في إزالة القمامة؟ وماذا بعد؟ نترقب إيه في الأيام القادمة يا خالد؟ الحقيقة على يعني شبكات التواصل الاجتماعي تم نشر صورة لقوات الجيش الفرنسي والدرك وهم يقومون يعني جمع القمامات. طبعا هذا الأمر تم نفيه من إدارة القوات المسلحة الفرنسية وقوات الدرك، وأكدوا على أن هذه الصورة هي صورة حقيقية، ولكن هؤلاء مجموعة من الجنود كانوا يقومون بتنظيم النظافة
امام يعني المنطقه الذي يعملون فيها او يعيشون فيها. ولكن حدث في فرنسا من قبل سنه 1999، كانت هناك ازمه في عمال النظافه هنا في مدينه مرسيليا، وتدخلت القوات المسلحه الفرنسيه وقامت برفع القمامات من الشوارع تخوفا من المرض. هذه حقيقه. لكن ما حدث او الصوره التي يعني تم عرضها، تم تكذيبها، او الهدف من هذه الصوره لم يكن هو بالفعل القيام بعمل شركات النظافه، حيث كانت هناك بعض من الانتقادات بان القوات المسلحه بدات تدخل في الملعب. ماذا بعد في 20 ثانيه كده خالد لو سمحت؟ ماذا بعد فرنسا؟ الحقيقه هي امام كثير من التحديات. حكومه اليزابيث بورن، في هناك قرار ل يعني سحب الثقه من هذه الحكومه، ولكن هذا لن يحدث. بصفه خاصه ان حزب الجمهوريين الفرنسي لن يشارك في التصويت لفتح الثقه عن حكومه اليزابيث بورن، وان الرئيس الفرنسي امامه كثير من التحديات، ليس فقط مشروع قانون التقاعد، ولكن ايضا ارتفاع الاسعار والتضخم والكثير من المشاكل المجتمعية. والأزمة هي ليست فقط أزمة قانون التقاعد، هناك أزمة حكم بين اليمين الفرنسي واليسار الفرنسي، وهذا ما نحاول أن نحصل عليه ونمد به المشاهدين من خلال تواجدنا وسط الأحداث من خلال كاميرا القاهرة الإخبارية في كل مكان. زميلنا خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية من مرسيليا على كل هذه المعلومات الحقيقة، بشكرك جدا يا خالد. الواحد ما تخيلش أبدا أن باريس يبقى شكلها كده. صحيح أن هي مؤخرا كان فيها مشاكل كتيرة ولم تعد باريس اللي بنحبها، لكن المشهد ده مشهد يعني لم يكن يتخيله أحد على الإطلاق.